جمهور كامل عندنا مهم، غير الجمهور ديال كازا صعيب واحد شويه باش تضحكوا، لان الجمهور ديال كازا كيعيش هادشي اللي كنكتبوا حنايا وكيالف معانا الجمهور ديال كازا، ماشي الجمهور ديال كازا هالضحك كيعيشوا يوميا، يعني خاصك تجتهد بزاف باش تحاول تضحكوا. هادشي علاش حنا كنخليو الجمهور ديال كازا هو الاخر، بما رودينا سبيكتاكل ديالنا كنديروا به جوله في المغرب كامل، كنخليو لي ضاد ديال كازا هما الاخرين عاد باش كنجيو لكازا. كازا شويه صراحه كتخلعنا كازا، صراحه الجمهور ديال كازا هو صعيب ماشي في السهل. كنوجد دابا كنكتب سبيكتاكل ديالي وعندي واحد الكونسيبت ديال الانترنت اللي غادي نديرو ان شاء الله مورا رمضان، دابا باقي كنكتب فيه وعندنا مراكش دوغيغ مورا رمضان ان شاء الله توا كنوجدو فيه. التلفازة هاد الساعة ما كاين والو، أنا بالنسبة ليا كاين دي سبيكتاكل ديال إيموغاجي اللي غيدوز تما في التلفازة. كنوجد راسي ليه هو أنني دائما كنكتب ليه السكيتش ديالو كنوجدو ليه، ومرة مرة وسط سبيكتاكل ديال إيموغاجي كنجربو في شي مدينة، كنجرب شي فان، كنجربوها جات مزيانة كنحيدها كنخزنها، كانت ناقصة شي حاجة كنعاود نرجع عاوتاني للفران نزيد نكتب واحد شوية وكنعاود نجربها مرة أخرى. كي كندير هادشي يوميا نهار غيكمل السكيتش ديال مراكش دوغيغ إن شاء الله غادي يكون في مراكش دوغيغ واجد ديجا مرودي وديجا مجربو، يعني غادي نكون لاعب وأنا واثق من نفس، ماشي أول مرة كتجربو في السكيتش كتكون أول مرة كيكون واحد ستريس ولودخاك بزاف، هذا هو اللي صعيب. بكل صراحة لعبنا تقريبا كاع ليسين في المغرب، لعبنا في مراكش دوغيغ، لعبنا في كاع ليسين، بقى لينا ان شاء الله لولمبيا فرنسا، لعبنا في كازينو دو باغي، لولمبيا حيت كبيره بزاف هي اللي باقي كنحلموا بها، هي اللي باقي ما وصلناش لها، لعبنا في كازينو دو باغي، لعبنا في مراكش دوغيغ، كاع ليسين الكبار لعبنا فيهم. كنبغي نقول للجمهور المغربي عواسركم مبروكه وعيد مبارك سعيد، وكنتمنوا دائما لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وكنتمنوا دائما نكونوا في المستوى باش نضحكوكم. شكرا لكم.